عدنا من بعد الفاصل وعائلة جميلة أخرى، وكل سنة وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، أحييكم وأحيي كادر قناة الفلوجة، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير وصحة إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. الله يسلمك يا رب. الله يعم الأمن والأمان إن شاء الله على العراق العزيز إن شاء الله. آمين آمين يا طبعًا رب. إحنا كنا مسافرين وراجعين جديد إن شاء الله. والله الحمد لله على السلامة. وين كنتوا؟ كنا ندرس دراسات عليا والحمد لله. ما شاء الله، فينكم تدرسون؟ نينا كملنا الحمد لله. والله أبطال، وخلصتوا تخرجتوا؟ الحمد لله رب. لا 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 ليش؟ هاي عاد تستحقون الجائزة، لازم نفوزكم يعني. لا مو شرط إن شاء الله. أصل المشاركة والله نورتونا وفرحتوني صراحة، يعني العراقيين مجتهدين إن شاء الله. الصراحة أنا دائما أفتخر، أقول أني أفتخر أني عراقية وأفتخر بالقامات العراقية الصراحة، والناس تدرس وتتعب رغم كل الظروف اللي يمر بها العراق. الحمد لله. وين تدرسون بيا دولة؟ كنا في ماليزيا ندرس. آه حلو. الحمد لله. علمتوا تحكوا ماليزي؟ لا انجليزي. كنا انجليزي مو؟ كل عام وانتي بخير. صحة وسلامة يا رب بعد جميع. ان شاء الله، الله يخلي لك اياهم ان شاء الله، بس دول عندكم الله يخليهم، ودول كانوا مرافقينكم بالدراسة يعني. الله يساعدك. انتي مجاهدة ويعني شافوه ارفع لك القبعة، لان ام تنظف وتدرس وتربي اولاد اثنين بهذا العمر الله يحفظهم ان شاء الله، وزوج ومسؤولية وهاي كلها وتدرسين. حبيبتي افتخر بيك اني قويه، وان شاء الله دائما خلي كل الناس تتعلم. اللي جمعتينا مال الظهر خلي يشوفون الطاقات، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شنو اختصيتوا؟ احنا اختصنا بالقانون الصراحه. قانون؟ اي قانون. ممتاز جدا، ضروري بالعراق تختصون بالقانون، محتاجينكم ان شاء الله. راح نسالكم سؤال ان شاء الله تقدرون. عندنا لابات تصالحنا معلومات كثيره. اي مو صح، عفوا، المعلومات باللحظه اللي لا راح اسالك سؤال لدوله جدا نحبها نموت عليها، وهي رمز للاتكيت الصراحه. وبديت اسهل لك يعني، وندعي لهم من خلال شاشه قناه الفلوجه الفضائيه، ندعي لهم انه الله يزيل هذه الغمه من عليهم ويعود اقتصادهم افضل وافضل. دقيقه خليني اسالك السؤال، لا تستعجل. اذكر لي علم اي دولة مرسوم عليه شجرة؟ بيروت الصنوبر. بيروت العاصمة. اي انا الشجرة. لبنان. لبنان. لبنان الحبيبة. زين، وتكملت السؤال تقول شنو نوع الشجرة؟ الصنوبر. هي يعني انا جاوبت اوريدي. لا، الصنوبر اللي بيها حاملها، بس شنو اسمها الشجرة؟ هي تحمل صنوبر بس شنو اسمها؟ لا لا مو انا. كل السهل أربع أحرف. دائما نخليها للكريسماس. يخلوها أخواننا المسيح، وأيضا إحنا كنا بالاحتفالات في دراسة السنة دائما. يعني أذكر يعني حتى الشجرة بالضبط تتخيلها الخضرة الجميلة الكبيرة. الأرز. عافية، سمعونا صمتي. الأرز. ألف مبروك. شكرا جزيلا. فزتوا ويانا بجائزة مالية مقدمة من قناة الفلوجة الفضائية. أشكركم. تصرفوها بالعافية إن شاء الله. شكرا، شرفنا. موفقين. إن شاء الله أشوفكم بالبروف. إن شاء الله. مو بس بالماستر. شكرا جزيلا. إن شاء الله، شكرا لكم. مع السلامة. تعال تعال، ما قلتوا لي أنتم شنو أساميكم؟ شو اسمك؟ أنس. وأنت؟ أيمن. اهلا. زين هسه انطيناه عيدية البابا، تاخذوها من عندي؟ هاي هي راح تصرفوها. شنو تشتغل؟ حلويات. حلويات؟ اويلي مثلي انت تحبي الحلويات، والله طيب الحلويات. وانوسي تشتري بيها هدوم، لو تشتري بيها حلويات، لو تلعب بالالعاب. تروح لعد اصعد فوق، شلون اكو العاب تخبل وبعدين اجي العب وياك. اوكي؟ شرفنا، فرصة سعيدة، شكرا شكرا.